مع السلامة سي جعفر. يا سي جعفر برحمة ميمتك برحمة ميمتك يا هبط لي الفيديو هذا، راني نحب نحكي من البارح وأنا نغلي من البارح وأنا نغلي من البارح وأنا على الأعصاب يا سي جعفر. شبيها ريم الرياح شبيها، علاش نحن التوانسة زعام في تقطيع أعراض العباد؟ ما نعممش لكن فئة معينة وهي الأغلبية يموتوا على التفتين، يموتوا على تقطيع أعراض الناس. الحكاية وما فيها راهي ماهيش ريم الرياحي، نحب نقول للعبد الكل راهي ماهيش ريم الرياحي. ريم الرياحي هي تقيم في فرنسا، بالضبط في شاتيون، بلاصة اسمها شاتيون، باهي هي وولادها ورجلها مديح بالعيد. مديح بالعيد مخرج تلفزي وسينمائي صحيح، لكن الممثلة اللي شدوها ما هيش ريم الرياحي، الممثلة اللي شدوها هي ما هيش معروفة وما هيش مستوى ريم الرياحي، باهي ورجلها زادة مخرج مازال كتخرج، راهو مخرج مبتدئ يعني توا يخدم في المسرح يعني اخراج مسرحي، باهي والممثلة ما هيش معروفة. ربي يهدي مزيك اللي خرجت الخبر والعبيد الكليكة حطتها في ريم الرياحي. من البارح انا قاعد نشوف استاتويات وسبان وكلام وهزان ونفضان عليه، باهي يا سيدي نفترضوا اللي هي ريم الرياحي، ما اطلبوا السطرة يا خياني، كانك ولية اطلب السطرة، كانك وليد عندك ولية اطلب لهم السطرة يا خي عليه، كان كيكيكي كاكاكا كيكيكي تصبوا بدينار لايت، اه بالنسبة لولي تصبوا دينار لايت وتشدوا تشدوا القهوة، تشدوا القهوة تبدأوا تعسوا على اللي ماشي وعلى اللي جاي وتبتبتوا في الفيسبوك اش فما جديد وباش تعديوا قايد عليه، تعديوا قايد بعرض الناس معقول تو هذا ما يجيش، راهو راهو عيب عليكم، راهو علاش انتوما مزنيتوش، انتوما مسكرتوش، انتوما ما تكيفتوش وما صحبتوش وما رندفتوش في الفيسبوك زاد، باهي تبداو تصطادوا تلقاوش بروفيل نتاع طفله هكاي تبعثوا لها ميساجات تلصقوا فيها كالبقه، باهي فمش ما تصطادوا صيد ثمين، اه بالنسبه للبنات تلقاهم رامين رواحهم يشوفوا وليد بوغاسيا تلقاهم رامين رواحهم عليه كومنتارات ودنيا وكذا ويقمروه وين يعلق يعمل تعليق باش هما يمشوا يردوا عليه، اه اه انتم وليتوا عاد على حساب هكايا وخياني هاكم انتم ملاك على الارض، واه يا ديني تياكم ملاك على الارض، شنو هذا اللي قادر راه فيه؟ راهو شيء كبير، راهو يا للا يا للا شيء كبير. ومن بعد من بعد الثوره عليه معقوله توا تتشوهوا في سمعه المراه؟ ها انا مانيش ندافع عليها راهو، لكن غضتني يا خياني، عندكم الولاية يا خياني، قولوا اللطف يا دين، ولا على خطرة هي شخصية عامة؟ لا 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 شو كان هي رجلها يخدم في فرنسا، تي هي تسكن في فرنسا، هي أصلا ريم الرياحي، ريم الرياح ما عندهاش دار في 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 حي النصر، ها لو انتم كبشتوا في ريم الرياح، كي سمعتوا هي خرجت مرة في التلي مع الهادي زعيم وقالت راني انا راجلي في فرنسا وانا في فرنسا طول ربطوا الخيوط، يا ميمتي يقوى عليكم ربي يا شعب تونس، يقوى عليكم ربي يا وخياني حسبي الله ونعم الوكيل، في كل شخص حكي على اي ولية، على اي ولية بالخايب، والا هاتك عرضوا لي بالخايب، راهو حرام رانا باش نتحاسبوا نهار اخر، ولا حرام وربي توا اللي يخلص في الدنيا قبل الاخره يا خياني، باهي عليه معقوله هي اصل الممثله راهو سي يعني ما لقاو عندها حتى شيء وسيبوها، راه الممثله اللي تشدت في الحكايه هذه سيبوها وحكايه بنتو ويترا، باهي ومش راجلها اللي قدم شكاي، الجيران اللي غادي يقدموا شكاي، باهي كما قلت لكم هما مبتدئين، هي ممثله مش كبيره، باهي ماهيش كبيره مش معروفه كما قالوا موزايك، ممثله معروفه ومشهوره ما نعرفش شنو، وراجلها يخطف في فرنسا، تي انا فرنسا تي راجلها مشي يعدي في ستاج في فرنسا، واه يا ديني ستاج متاع اخراج،
عبيد تمشي عليهم وتجي يبرفوا في دارهم على مسرحية جديدة. بيهي برفو في الدار. أنا جيرين تقلقت شفت المشي مو نحن عاد العريبة وه مو نحن العريبة ما نرقدوش نعسوا على بعضنا. إذاك شنو جيب إذاك شنو هزت إذاك شنو دخل. بيهي نحن التوانسة الشيء ذي موجود كان في تونس راه. العاس على الجيرين موجود كان في تونس. بيهي شافوا العبيد ماشية داخل خارج ممثلين يتلموا كي مع بعضهم وكذا. بيهي يقول لك هذه فيها إنا أما على خطرنا نحن التوانسة ما فكروا كان في النص اللوطاني يا خيتي. ولا ما فكروا كان في النص اللوطاني. طول مشيت مخاخ مبلغ الشرطة. مش رجلها اللي بلغ. رجلها معها في 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 البيتي برفو وزادوها قال لك يلقاو ما نعرفش شنيا لقشه رماديه ولا شنيا مراه ولا شنيا وقالوا يظهر لي مخدرات ولا زتازت له ما نعرفش شنيا. من هكا نبدل نلقى صفحه اخرى كاتبه صحن نتاع كوكايين ومبلغ مالي محضرته ريم الرياحي باش تعطيه لعشيقها مكافاه لانه رقد معاه. توا لوجيك هذا توا نورمال ما تقولوش اللطف يعطيكم دقه ان شاء الله. بالنسبه للحكايه وهاتك عرضه وليا يجيبها لك ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. مع السلامه سي جعفر. يا سي جعفر برحمه ميمتك برحمه ميمتك يا هبط لي الفيديو هذا راني نحب نحكي من البارح وانا نغلي من البارح وانا نغلي من البارح وانا على اعصاب. يا سي جعفر شبيها ريم الرياح يشبيها علاش نحن التوانسه زعام في تقطيع اعراض العباد ما نعممش لكن فئة معينة وهي الأغلبية يموتوا على التفتين يموتوا على تقطيع أعراض الناس. الحكاية وما فيها راهي ما هيش ريم الرياحي. نحب نقول للعبيد الكل راهي ما هيش ريم الرياحي. ريم الرياحي هي تقيم في فرنسا بالضبط في شاتيون بلاصة اسمها شاتيون. باهي هي وولادها ورجلها مديح بالعيد. مديح بالعيد مخرج تلفزي وسينمائي صحيح لكن الممثلة اللي شدوها ما هيش ريم الرياحي. الممثلة اللي شدوها هي ما هيش معروفة وما هيش مستواري مريح. بهي ورجلها زادة مخرج مازال كتخرج راهو.